الفترة الجاية المفروض ان انا يعني بسمع حاجات كتير جدا عشان خاطر اقدر اقدم سنجل بشكل كويس. في خطوة تمثيل المفروض ان انا بعد العيد هبدأ ان انا اشوفها، يعني المفروض ان انا هقعد اقرا حاجة واشوف احدد الدور. يعني مسلسل ولا سينما؟ ما انا لسه هحدد الدور، يعني في مسلسل وفي سينما، يعني في فيلم وفي مسلسل، هشوف الدور الانسب ليا في الاثنين. اعتقد ان في حاجة تقديم برنامج، وده انا لسه بحاول ان انا اشوف، يعني هشوف اقدر اعمله ولا لا. عندي برنامج، يعني عندي ان انا هطلع في برنامج معين، عندي ليه كذا حلقة المفروض هطلع فيهم برضو الفترة الجاية بعد العيد، الى جانب الحفلات. فدي اعتقد الخطوات اللي انا شغال عليها الفترة الجاية بعد العيد.